أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ LBCI نستهلها بأبرز العناوين. قطر مجددا مفتاح الحل لأزمة الراهبات المخطوفات. ماذا يجري في جامع محمد الأمين؟ بلاغ بحث ودحر بحق رفعت عيد. بعد عرض شريط أمس تظهر فيه راهبات معلولة 12 المحتجزات، يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم إلى قطر لبحث القضية. المزيد من التفاصيل عبر الهاتف مع الزميلة ندى أندراوس عزيز. ندى، ما المتوافر حول هذه القضية من إضافات؟ يعني حتى الآن لا يمكن أن يتم التأكد من كافة معطيات هذه القضية إلا ما علمناه مباشرة من اللواء عباس إبراهيم، أنه بتكليف من رئيس الجمهورية يتوجه لقطر وسيتابع هذا الملف، ملف الراهبات بالإضافة إلى ملف المطرانين المخطوفين جميعا في سوريا. هو يفترض أن يبدأ هذه المحادثات في قطر، خصوصا وأن شريط الفيديو عرض عبر قناة الجزيرة، كما أنه بالتوازي مع المحادثات الرسمية التي يجريها في قطر لوضع خطة عمل كما قال لإنهاء ملف الراهبات المخطوفات. اللواء عباس إبراهيم تواصل مع قناة الجزيرة وسيعمل على تحديد كيفية الحصول على هذا الشريط الفيديو. هذا من جهة. من جهة أخرى، الراهبات يعني لا بحسب البطريركية هن من بنات هذه البطريركية الأرثوذكسية، وبالتالي هناك عدد منهن بين لبنانيات وبين سوريات، ومع الراهبات هناك امرأة هي عادة تعمل بخدمة الراهبات. جميعهن يعني هذه القضية تتولاها البطريركية الأرثوذكسية، ويعني في محاولة لمعرفة من هن تلك الراهبات وكيف كان هو عملهن، كان بسوريا أو علاقاتهن في لبنان، البطريركية الأرثوذكسية تتكتم عن هذا الموضوع حرصا على ما قيل لنا على سلامة ما قد يجري من مفاوضات لإطلاق الراهبات الأرثوذكسيات في سوريا، ولتكن في عهدة البطريركية الأرثوذكسية، وإن كنا يعني في بمنأى عن أي خطر وتم إخراجهن من معلولة للحفاظ على سلامتهن، الأجدى أن تكن في عهدة البطريركية الأرثوذكسية. وبالتالي البطريركية الأرثوذكسية لا تزال على تكتمها في هذا الصدد انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، أكان مع الجانب القطري أو أي جهة ما يمكن التواصل معها لإنهاء هذا الملف. ريما. نعم، شكرا للزميلة ندى أندراوس عزيز على هذه المعلومات. المطران لوقا الخوري المعاون البطريركي في بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس دعا من دمشق كل شاب مسيحي قادر على حمل السلاح إلى الدفاع عن سوريا وعن الكنائس والأديرة التي تتعرض للتخريب على أيدي من سماهم بالمجموعات المسلحة. وقال في حديث لصحيفة الزمان: لن نقف مكتوفي الأيدي لأننا لسنا مكسر عصا، وهناك شباب يطالبنا بالتحرك الفوري، لذلك فنحن ننتظر التعليمات من البطريركية، سننتظر يومين لا أكثر حتى نبدأ التحرك، وسنتخذ إجراءاتنا الخاصة لأن شبابنا حاضرون وأيديهم على الزناد، كما قال. وللتأكد من دقة هذا التصريح حاولنا الاتصال بالمطران لوقا الخوري فلم يجب. أدت أعمال العنف في سوريا إلى تزايد نسبة عمليات التهريب والتسلل بين الأردن وسوريا في الآونة الأخيرة. وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلت عن قائد قوات حرس الحدود الأردني أن الأرقام تشير إلى أن التهريب ازداد بنسبة 300%، فيما زادت محاولات التسلل بنسبة 250% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولات تسلل لأشخاص من جنسيات مختلفة ومحاولات تهريب سلاح. الحرب الدائرة في سوريا دفعت عشرات العائلات إلى النزوح إلى قطاع غزة، فكيف تبدو أوضاعهم هناك؟ رغم الأحوال السيئة التي تعاني منها غزة، لجأت حوالي 100 عائلة سورية إلى قطاع غزة بفعل القتال الدائري في بلادها. عائلة أبو خالد هي واحدة من العائلات اللاجئة التي اندمجت في المجتمع الغزي. كان أبو خالد يعمل سائقا، لكن هنا لم يحالف الحظ في إيجاد عمل، حيث أن الطلبة في غزة أكبر على المهرة من الطباخين وصانعي الحلويات. أم خالد من جهتها تمضي نهارها في تبادل أطراف الحديث مع جاراتها الجدد عن الطبخات السورية الشهيرة. طبعا في طلب كتير، اللي هو الأكلات السورية والمطاعم،
يعني هذا مطلوب كتير هون بغزة. في ناس تعرفت عليهم هون، يعني وين ما بروح بيسألوني شلون تطبخي هاي الطبخة، شلون هاي مقاديرها، شلون طعمت هاي، شلون طعمنا أطيب، أكلكم أطيب. هذا مطعم زمير الذي لم يكن لديه هذا القدر من الزبائن قبل 6 أشهر، وبعد أن استقطب بعض الطباخين السوريين ارتفع عدد مرتاديه بشكل كبير، حتى أصبح اسمه عند الناس هو المطعم السوري بسبب الأكل الدمشقي الذي يقدمه. توصل لمرحلة أنك أنت الناس بتوقف على الباب المحل بتقول لك هون مطعم السوريين، ما بيقول لك أنه مثلا هون مطعم أزمير ولا كذا، بيقول لك هون مطعم السوريين، إيه هون مطعم السوريين، تفضلوا أهلا وسهلا فيكم. ولأن المطبخ السوري يتمتع بسمعة حسنة، أصبحت مطاعم غزة تبحث عن الطباخين السوريين بين اللاجئين هنا. سمعانين هن وشايفين على التلفزيونات وعلى الأكل وعلى الصور اللي بتطلع بالتلفزيونات، فهذا الشيء أكد أنه لازم يدوقوا ويجربوا. وأخيرا دخلت الوجبات السورية والحلويات الدمشقية المشهورة بيوت الغزيين بفضل الأيادي السورية المهاجرة من الشام إلى القطاع. للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال من غزة، شريف النيرب. بعد الفاصل مسابقة بالعربية، إملاؤنا لغتنا. في الشأن المحلي، أزمة المجلس الشرعي الإسلامي تابع. اجتماع للمجلس برئاسة عمر مسقاوي في حرم قاعة الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين، وأئمة وخطباء المساجد في لبنان اعتبروا من دار الفتوى أن هذا الاجتماع يشكل خرقا للقوانين المرعية الإجراء. نادر فوز موجود معنا أمام المسجد في وسط بيروت تحديدا. نادر، ما الذي جرى تحديدا هناك اليوم؟ نعم فعلا، اجتمع المجلس الشرعي في دار الفتوى في هذا المسجد، في مسجد محمد الأمين، وطبعا وهو بذلك يكون قد عارض قرار الذي صدر عن سماحة المفتي محمد قباني بمنع هذا الاجتماع. المجلس الشرعي بحسب ما صدر عن بيانه الذي لم يتلى بعد وسيتلى بعد دقائق من الآن، سيؤكد أن هذا الجامع سيكون مركزا مؤقتا لعقد اجتماعاته. وطبعا كما تشاهدون ثمت سيارات لقوى الأمن وللجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية اتخذتها هذه القوى نظرا لحساسية هذا الملف، وأيضا لتعارض موقف دار الإفتاء والمجلس الشرعي. وطبعا معنا أمين عام المجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمة لإطلاعنا أكثر على هذه الأجواء. شيخ خلدون، شو فيك تحطنا بأي صورة؟ اليوم صار في مثل خلاف متجدد بينكم وبين دار الفتوى، بين المفتي محمد رشيد أباني، وهذا الخلاف لوين بده يوصل ولوين؟ يعني أنتم اليوم كسرتوا قرار المفتي أباني بالاجتماع هون. لا، في الحقيقة لا تستطيع أن تقول كسرنا أو لم نكسر. الاجتماع المجلس، اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مارس دوره الطبيعي، والمجلس الشرعي مقره الأساسي في دار الفتوى، وارتأى المجلس نتيجة رفض سماحة المفتي لعقد اجتماعات المجلس في مقره الرسمي في قاعة دار الفتوى. اجتمع المجلس في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين بعد جولة لرئيس أعضاء المجلس على أصحاب الدولة الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس السنيورة والرئيس تمام سلام، ودرس الهم الإسلامي والوطني في اجتماعه، وناشد المجلس العمل لتحرير أو لإطلاق سراح المطرانين والراهبات، كما أن المجلس حي موقف فخامة رئيس الجمهورية من الموقف الذي اتخذه لرفض التجني على دور المملكة العربية السعودية وقيادتها التي عملت منذ أمد طويل على احتضان لبنان وشعبه، كما أن المجلس الشرعي حي مواقف أصحاب الدولة رؤساء الحكومات الحالي والسابقين على احتضانهم لمواقف المجلس
وعلى حرصهم على وحدة الموقف الإسلامي في وحدة الموقف الإسلامي والوطني في لبنان. بموضوع زيارتكم أو لقائكم مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين وأيضا الحاليين، هل يعتبر هذه اللقاءات أو هذا الدعم يلي شفناه اليوم، هل يعتبر تكريس لموقف لهذه الشخصيات من أزمة دار الإفتاء؟ هل لمستم هذا الشيء بشكل مباشر وواضح؟ حقيقة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الشرعي وفي مقدمتهم رؤساء الوزراء الحالي والسابقين يتخذون موقفا واحدا مع العلماء والقضاة ومفتيي المناطق، ومفتي الجمهورية في موقف آخر. يعني هناك إجماع أو شبه إجماع بالقيادات الإسلامية في مكان، ومفتي الجمهورية في مكان آخر. ندعو مفتي الجمهورية لأن يعود إلى جادة الصواب وينخرط ضمن بيئته الإسلامية لتعود دار الفتوى لأن تلعب دورها الوطني والتاريخي المنطلق من العيش المشترك ووحدة اللبنانيين. والمجلس الشرعي الآن الإسلامي الأعلى برئاسة نائب الرئيس معالي الوزير عمر مسقاوي يتخذ الخطوات الحكيمة بالتشاور مع أصحاب الدولة رؤساء الحكومات وبالتشاور مع أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للخروج من هذه الأزمة والنفق التي أوصل إليها المسلمين من المؤسف مواقف سماحة المفتي الشيخ محمد رشيد قباني. يا أهلا وسهلا. إذن الآن يجب أن نبقى لنعرف ما سيكون رد فعل المفتي محمد قباني من هذه المواقف ومن ما قام به المجلس الشرعي اليوم بشأن الاجتماع في مسجد محمد الأمين هنا في وسط بيروت واتخاذ هذا المسجد مقرا مؤقتا للمجلس الشرعي، وبالتالي سنحاول التواصل مع سماحة المفتي أو عدد من المشايخ في دار الإفتاء لمعرفة ما ردهم على هذا الموضوع. نعم، شكرا لك نادر وشكرا لضيفك. وكان وفد من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قد زار الرؤساء فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، الذي أكد أن التشاور الدائم مع ميقاتي أمر مطلوب قبيل انعقاد المجلس، واصفا بأن الأجواء أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا. أصدر المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود بلاغ بحث وتحر بحق الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، وأحال ملفه المتعلق بتهديد شعبة المعلومات إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي ادعى عليه بجرم التهديد، وأحاله بدوره أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. تحت عنوان Free Connected Minds نظمت مؤسسة ميش دياق مؤتمرا حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قطاع الأعمال والسياسة والحياة الاجتماعية، خصوصا أن 90% من المواطنين العرب يستخدمون يوميا 3 وسائل إعلامية على الأقل. هذا المؤتمر الذي حضره عدد من الخبراء والسياسيين تناول موضوع استعمال الأنظمة السياسية لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لسياساتها بين الجيل الجديد. في بعبدة وككل أول يوم سبت من كل شهر فتحت أبواب القصر الجمهوري وأجنحته أمام وفود طالبية من مدارس ووفود من مختلف المناطق اللبنانية، حيث تولى المسؤولون في المراسم شرح تاريخ القصر. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أجرت كلية الإعلام والتواصل في الجامعة الأنطونية مسابقة في الإملاء تحت عنوان إملاؤنا لغتنا. المشاركة تنوعت بين طلاب ورجال دين وسياسيين وإعلاميين، وقد نظمت المسابقة برعاية وزارة التربية وجامعة الدول العربية. يوميات ما سلا يوم. تابعوا معنا بعد قليل. سعوديون في الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية. أعلن
أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل أن العملية الدبلوماسية التي بدأت مع إيران بشأن برنامجها النووي يجب أن تكون مدعومة بالقدرة العسكرية للولايات المتحدة. ومن المنامة أضاف هيجل أمام المشاركين في مؤتمر حول الأمن الإقليمي في الخليج أن الولايات المتحدة ستبقي على وجودها العسكري المتمثل ب 35 ألف جندي في منطقة الخليج بالرغم من توقيع اتفاق مع إيران. من جهتها أعلنت سلطنة عمان معارضتها مشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يفترض أن تناقش في قمة هذه البلدان الثلاثاء المقبل في الكويت. في مصر حكمت المحكمة على 14 متظاهرة إسلامية من أصل 21 بالسجن 11 عاما بعد إدانتهن بالقيام بأعمال عنف خلال التظاهرات مطالبة بعودة الرئيس المخلوع محمد مرسي في نهاية تشرين الأول الفائت على أن تعيد محكمة الاستئناف في الإسكندرية محاكمة 14 من تلك الشابات. أعلن محققون أن منفذي الهجوم على موقع وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء الذي خلف 56 قتيلا وتبناه تنظيم القاعدة كانوا بغالبيتهم يحملون الجنسية السعودية. وأوضحت لجنة التحقيق بحسب تقرير أولي أن عدد الإرهابيين بلغ 12 سعوديا وكانوا باللباس العسكري المموه. بعد أعمال العنف التي شهدتها عاصمة إفريقيا الوسطى دخلت صباح اليوم أولى تعزيزات الجيش الفرنسي البرية قادمة من الكاميرون الحدود في بلدة كانتونيه. هذا وعاود سكان مدينة بانجي نشاطاتهم بعدما أمضوا 48 ساعة في منازلهم خوفا من المجازر التي ضربت المدينة. لليوم الثاني يتوافد المعزون إلى منزل الراحل نيلسون مانديلا في جوهانسبورغ وقد وضعوا الأزهار وكتبوا كلمات رثاء برحيل بطل مكافحة الفصل العنصري. ويستعد محبو مانديلا للاحتفال الأحد بيوم وطني للصلاة والتأمل على أن تنظم مراسم وطنية رسمية ثلاثاء قبل الوداع الأخير في 15 كانون الأول. عروس البقاع مدينة زحلي أنارت زينة الميلاد في وسطها التجاري. وفي وسط مدينة بيروت أقيمت احتفالات الميلاد بإضاءة شجرة العيد عند المدخل الرئيسي لأسواق العاصمة بمشاركة ملكة جمال لبنان كارين غراوي وحشد من الأطفال في أجواء احتفالية ميلادية. الأجواء الميلادية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حيث تحدى الرئيس باراك أوباما وأسرته المطر والبرد وغامروا بعبور الشارع من البيت الأبيض لإضاءة شجرة عيد الميلاد الوطنية. 5 4 3 2 1. وبهذه الأجواء الميلادية تنتهي نشرتنا. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.